أعداء منذ قرون نشبت بينهما صراعات دامية وحروب أسقطت ممالك، ما إن يخمد خلاف بينهما حتى ينشب آخر وتشتعل المواجهة من جديد. إرث طويل من التنافس وتاريخ دموي مخيف وأحقاد قديمة تتجدد. إليك ما يجب أن تعرفه عن جذور الخلاف بين السعودية وتركيا. الربيع العربي، اغتيال خاشقجي ومعركة تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا، ثلاثة ملفات لم تكن سوى ذروة الخلافات بين السعودية وتركيا التي تعود جذورها لأكثر من 200 عام. وقتها كانت شبه الجزيرة العربية تحكم من قبل الدولة العثمانية. فنقدر نقول أن السيطرة العثمانية على الجزيرة العربية بشكل عام كانت ضعيفة ومنعدمة على منطقة الوسط اللي هي منطقة نجد. الجزيرة العربية زمن العثمانيين كانت تنقسم إلى ثلاث مناطق: شرقية تخضع لسيطرة عثمانية كاملة، ووسطى لا تخضع للنفوذ العثماني، وغربية تشمل مكة والمدينة المنورة وكانت تحظى بما يشبه الحكم الذاتي لكنها تدين بالبيعة الإسمية فقط للسلطان العثماني. قلب الجزيرة القاحل كان مقسماً بين قبائل متحاربة حتى الأربعينيات من القرن الثامن عشر. وسط كل تلك المعادلات المعقدة ظهر قائد ديني يدعى محمد بن عبد الوهاب، الذي أعاد إحياء الأفكار الإسلامية السلفية وحارب من أسماهم المرتدين والمبتدعين. فطالت حربه الشيعة من جهة والعثمانيين من جهة أخرى، الذين اتهمهم بالابتداع في الدين بسبب اعتناقهم التصوف وتوقيرهم للأضرحة. ومن هنا انطلقت شرارة الصراع الأولى. ركلة البداية، قيام الدولة السعودية. تحالف ابن عبد الوهاب مع زعيم قبلي يدعى محمد بن سعود، الأول يقدم الدعم الديني للثاني والثاني يخدم الأجندة الدينية للأول سياسياً. دي البيعة الأولى التي استمرت مع كل آل الشيخ، مع كل أحفاد، مع كل أبناء ثم أحفاد ابن عبد الوهاب، ومع كل أبناء ثم أحفاد محمد بن سعود الذي كان أميراً للدرعية في وقته. وبفضل ذلك التحالف تأسست الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 1744 للميلاد. وفي عام 1801 أغارت على تجمعات الشيعة بالعراق والحامية العثمانية في كربلاء، وحاولوا استهداف مكة التي كانت رمزاً لسيادة العثمانيين الدينية. رد العثمانيون عبر حليفهم محمد علي باشا في مصر عام 1811، وتم القضاء على الدولة السعودية الأولى وإعدام آخر ملوكها. الدولة السعودية الثانية. أعاد فرع آخر من أسرة آل سعود بناء الدرعية وسيطر على شبه الجزيرة العربية مرة أخرى عام 1843. تدخل العثمانيون من جديد عام 1871 عبر حلفاء محليين هذه المرة، فدعموا قبيلة آل رشيد التي تولت مهمة الإطاحة بالدولة السعودية الثانية عام 1891. وكانت الأمور ستصير إلى صف العثمانيين لولا وقوع حرب كبيرة جدا ستقلب المنطقة والعالم رأسا على عقب. الحرب العالمية الأولى. مع اندلاع الحرب التي شارك فيها العثمانيون وجد آل سعود الفرصة سانحة لقلب الطاولة، وما حدث هو التالي: تعاون عبد العزيز بن سعود والد العاهل السعودي الحالي سلمان مع البريطانيين ليقاتل تحت رايتهم ضد الأتراك، وأسهم التحالف السعودي البريطاني في طرد العثمانيين من جزيرة العرب نهائيا. في عام 1924 انهارت الخلافة رسمياً، وفي عام 1932 تأسست الدولة السعودية الثالثة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. عقود المد والجزر. مطلع الثلاثينيات حرصت تركيا الحديثة على إقامة علاقة دبلوماسية مع السعودية، ولكنها كانت أكثر حرصاً على إقامة علاقات استراتيجية واقتصادية مع الغرب مقارنة بالعالم العربي، فقد انضمت إلى حلف الشمال الأطلسي في عام 1952.
إلا أن دفة الأمور بدأت بالتغير في الستينيات والسبعينيات مع اتخاذ تركيا خطوات جادة لتعزيز علاقاتها مع محيطها الإسلامي والعربي. ففي عام 1969 انضمت تركيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست برعاية السعودية. كان الصعود والهبوط في مسار العلاقات الثنائية محكوماً بالاضطرابات السياسية في تركيا، وبشكل خاص الانقلابات العسكرية في الثمانينيات والتسعينيات. شبح التنافس يطل مجدداً. في عام 2002 تحول المشهد التركي بشكل جذري مع صعود حزب العدالة والتنمية ذي الميول الإسلامية إلى السلطة، الحزب الذي كان على رأس أولوياته إعادة بناء علاقة تركيا مع البلاد العربية والإسلامية. ورغم الانفراج الملحوظ في العلاقات، إلا أن اللغم انفجر في منتصف الطريق، فقد هدم السعوديون قلعة أجياد التاريخية العثمانية في مكة، ما أشعل خلافا دبلوماسيا عميقا بين البلدين، وأحيا ماضيا كان يفترض بالطرفين أن يقفز فوقه. إلا أن محاولات التقارب لم تتوقف، وعززها غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. زار الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز تركيا في عام 2006 ليكون أول ملك سعودي يزورها منذ عام 1966. في المقابل زار رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان السعودية 4 مرات ما بين عام 2009 و 2011. اتصالات دبلوماسية مكثفة أسهمت في تعزيز نمو الاستثمار والتجارة بين البلدين، لترتفع الصادرات التركية للسعودية إلى 3.6 مليار دولار في عام 2012. ربيع العرب وشتاء السعودية. سريعاً وبشكل يهدد شرعية أعتى الأنظمة الملكية الاستبدادية في العالم، أطل الربيع العربي كالكابوس بالنسبة إلى الرياض. فقد حملت الثورات جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في دول عربية حيوية على رأسها مصر، ما أشعر النظام الملكي السعودي بالذعر. تعاملت أنقرة مع صعود الإسلام السياسي كفرصة محتملة للتحالف مع حكومات صاعدة متقاربة معها أيديولوجيا. زاد هذا الموقف من الارتياب السعودي تجاه أنقرة، وانتهى الكابوس السعودي مع إجهاض الربيع العربي في مصر بدعم سعودي وإماراتي. بدمنا معاه، بذاتنا معاه، حتى لو لا نشرب ولا نأكل في هذه البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فإننا معاه. وأسقطت حكومة الإخوان المسلمين عبر انقلاب عسكري قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في يوليو تموز 2013. وتباعدت الهوة بين الرياض وأنقرة، ودخل الطرفان في مواجهة بالوكالة لإثبات السيادة على السياسات الإقليمية. صافرة النهاية، صعود الملك سلمان. مطلع عام 2015 تولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية. جرى لقاء بينه وبين أردوغان، وبدا أن المحادثات بين الطرفين صممت لطي صفحة التنافس في الشرق الأوسط ما بعد الربيع العربي، بيد أن ذلك التقارب العابر لم يدم طويلا. فتبين لتركيا شيئا فشيئا أن رياحا سعودية صارت أبعد ما تكون عما تشتهي سفن أنقرة، وذلك مع استقرار حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. بدأت تركيا ترى تأثيرا إماراتيا على السياسة السعودية، ونظرت إلى الأمير الشاب باعتباره بيد السياسة الأمريكية، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين العاصمتين. حصار قطر. منتصف عام 2017 حاصرت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين دولة قطر في خطوة مفاجئة أربكت كامل الإقليم، وسرعان ما تدخلت أنقرة لمساعدة الدوحة للتغلب على آثار الحصار، ليس فقط من خلال جسر جوي مفتوح لتزويدها بالبضائع، ولكن أيضا من خلال تفعيل اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 2014 بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر. لم تكتفي أنقرة بذلك، فقد سارعت إلى استثمار آثار الحصار والمخاوف التي أثارها لدى دول الجوار، فعززت تعاونها العسكري مع سلطنة عمان، ووقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع الكويت والأردن. خاشقجي، فرصة من ذهب.
مطلع أكتوبر تشرين الأول من عام 2018، قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول في جريمة وحشية اعترفت بها النيابة العامة السعودية لاحقا، وألصقت التهمة بأفراد تجاوزوا صلاحياتهم. بالنسبة إلى تركيا، لم تكن أزمة خاشقجي لتأتي في توقيت أكثر سوءا، فقد كانت الدبلوماسية التركية مجبرة على تخفيف لهجة خطابها الموجه للغرب نظرا لأزمة انخفاض قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم والعجز المتنامي في الحساب الجاري. وعلى الأرجح كان آخر ما يحتاج إليه الرئيس التركي في تلك اللحظة هو أزمة دبلوماسية مع السعودية. ولكن إن كان هناك سياسي واحد قادر على تحويل الجحيم الدبلوماسي لمكاسب كبيرة، فسيكون أردوغان بما يمتلكه من سجل تاريخي حافل بربح تلك المعارك الاستراتيجية الدقيقة والطويلة. ومن خلال تبني قضية مقتل خاشقجي، وعن طريق استغلال الأداء الدبلوماسي السعودي الهزيل والأخطاء الساذجة والفادحة التي ارتكبها منفذو العملية السعوديون، كانت تركيا قادرة على تسريب أدلة التواطؤ قطرة بقطرة، واضعة ضغطا دوليا غير مسبوق على الرياض دون الدخول في مواجهة مباشرة معها، محولة ما بدا في مطلعه بوادر أزمة لها إلى فرصة لتوجيه ضربة تاريخية للمملكة، المنافس الحالي الأكبر على الزعامة الإقليمية. لم ينس محمد بن سلمان ما فعلته أنقرة، وانتظر الفرصة الملائمة للانقضاض. وحانت تلك اللحظة مع بدء التحرك العسكري التركي في شمال سوريا ضد الجماعات المسلحة الكردية الانفصالية. وبالفعل أدانت كل من السعودية والإمارات ومصر ما وصفوه بالعدوان التركي على سيادة ووحدة تراب سوريا. التأمت الجامعة العربية على غير العادة لتدين ما وصفته بالعدوان التركي على أرض عربية. الإدارة التي تناست وجوداً أمريكياً وروسياً وإيرانياً وفرنسياً وبريطانياً، وتناست أن الطرف الذي تحاربه تركيا انفصالي وغير عربي بالأساس. كل هذه المواقف قرأها المحللون على هذا النحو: ليس حباً بالأكراد المسلحين، بل نكاية بالأتراك المخالفين. وهكذا كتبت السعودية وتركيا فصلاً جديداً في صراع طويل الأمد تعود جذوره لقرون عديدة، وقد لا تنتهي تداعياته في الأمد القريب. فكيف سيكون شكل هذا الصراع في المستقبل؟